بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان. وقد أعرب سمو في برقيته عن صادق مواساته وخالص تعازيه، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.